ربما يكون الموعد باكتمال اللوحة بحضور مارتن سيفيليا. صافرة البداية رونالدو، أجواء النصر، رونالدو يحاول يلاعب ويسدد، الكرة تتخلص والراية ترفع الآن من المساعد الأول اللي يظهر في الصورة. هذا اللي يظهر في الصورة هو المساعد الأول أو المساعد الثاني اللي هو سامي توفر. أبرز الغيابات لكن العدالة بالرغم من الغياب، 15 حالة فوز عن 4 تعادلات وخسارتين. جدية أكبر من أجل الدفاع. ديفيد تيجانيتش، لكن الكيب غريب مشاه إلى سامي. سامي عرضه باتجاه رونالدو، ارتقى لكل اللاعبين، بينما الصورة على مدرج العدالة. ممدوح الشهدان في غرفة الفار إلى جانب مؤيد المسجن. بعد ذلك انتهت إلى ركلة مرمى كريستيانو رونالدو. طلعت إلى رونالدو، كم ممكن يشوت، فضل التمرير، سقط رونالدو، طالب بخطأ. عبد الله الحيج يقول العب، الكرة بتعود مرتد. عبد العزيز الجمعان في الجمع نقاط مثل الأخطاء يا بياتوفيتش من أمام، من تخطئ من أمام رونالدو، من أمام كوى العرضية، وغريب وغريب وغريب، لا 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 غريب، لا 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 يا غريب، الغريب أنت. الوصول الأخطر لمصلحة النصر في الجميل، وصلت إلى صاحب القدم اليسرى، اليسرى عرضها، تلسكا بالراس، تلسكا بالراس، الله 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 الله، ارتقاء مثالي، رأسية لكن تصدي من حارس المرمى. العرضية بحثا عن تلسكا، بحثا عن تلسكا، عرضية الله، الكرة إلى ركلة ركنية لمصلحة غوستافو، رأسية، الكرة بتصل مياتوفيتش، لا زالت عبد الإله، سقط، يطف للإطمئنان على سلامة عبد الإله العمري، وفي نفس الوقت للتأكد من اللقطة إذا كان فيها شيء ولا لا. شوف لقطة عبد الإله، وسيذهب لمشاهدتها، سيذهب لما شافها وأعادها مرة ومرتين وثلاثة. ركلة جزاء، ركلة جزاء نصراوية قبل نهاية الشوط الأول بأقل من 7 دقائق، على مستوى كل العالم وعبر تاريخ رونالدو، 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 سي رونالدو، الجمهور أجمل من يعلق على أهدافك، الجمهور أجمل من يردد السي. سجل أول أهداف النصر، كريستيانو الهداف التاريخي الكبير جدا، يستمر في مزاولة مهنته المفضلة، لعبة لدى من أجل هذه، وبالتأكيد واخر فيها، لازالت مع مر، عرض رونالدو، سلطان يحاول، مر، صوب، الله عليك يا غنام، الله عليك يا غنام صلديب، راح نشوف رونالدو متسلل لنهاية الشوط. خالد من بعيد، من بعيد، الله على التسديدة، والله على التصدي يا عقيدي، الله على التصدي يا نواف، الأخطر تلسكا، الأخطر، لا 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 يا رجل، لا 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 يا رجل، تلسكا لا يهدر هذه الكرات السبع. البكر عطار في استوديو التحليلي، هذه الكرة تحية مني محدثكم عبد الله. عزيز الأمن الغذائي بالمملكة، هذه ما حبيت أن أقولكم أيها الأحبة، أيها السيدات والسادة، هذا النجم الكبير أكثر في الفترة القادمة، وتوفير الكثير بالتأكيد من أجل صدارة الهدفين بعد العودة، سجاب اللي يقدم أيضا المستويات أخرى طويلة باتجاه نواف، العقيدي خلصها، تكبير اليوم عبد الإله، تلسكا ولا غيره في اللقطة الماضية قادر على إبعادها، العمري في واحدة من أحلى مبارياته باتجاه تلسكا، شوف العمل، شوف تلسكا، التمرير، غوستافو والنهاية، سلام على الاستلام والتمرير، لكن مياتوفيتش
ماتش أقرب. هذه الديربي منتظر في 27 من رمضان، كرة تسديدة قوية لا تستمر في التشجيع. فرصة للآخر اللي هو ماجد كشيش، كرة جميلة من تاليسكا وصلت إلى رونالدو. الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، رونالدو. كلمة تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى بين أهدافك واحتفالاتك. أبهرت العالم، كل العالم في أهدافك تحرك القلوب وتهز المشاعر في احتفالاتك. الصرخات كلها لك ويغنون بصوتك سي يا رونالدو. خطر رونالدو، الخطر رونالدو. أصلين شوف اللقطة الماضية، وسلامات إن شاء الله لأيمن يحيى، استيابات وإصابات وغيرها. رونالدو التمريرة جميلة لكنها سهلة إلى 100. من فيه أصلا في النصر هالموسم ما تعرض لإصابة هو كريستيانو رونالدو بهذه الضربة. قصفرة عن مباراة الفيحة القادمة، عشان كذا أعتقد أن رودي تسجيل هدف أول في مباراة اليوم، لكن الكرة عادت وسط. لكن الآن الفرصة عند العدالة لكي يوجينيو، التسديد مباشرة باتجاه المرمى، لكن رونالدو، رونالدو خلصها لتعود من جديد. الله، جميلة باتجاه تاليسكا. ليلة النصر الكبير، فيه يقدم أحلى وأجمل أهداف ومبارياته. رونالدو بضربتين، تاليسكا بضربتين، ثنائي كبير جدا، ثنائي يقدم الأهداف والمسجل. والعدل أكثر من استقبل كرة، لكنه وكر وعرض، وبعد ذلك في المرمى. لا 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 لا، لجومي وكأنه سجل هدف. لجومي اللي هو ماجد كشيش، كرة جميلة من تاليسكا وصلت إلى رونالدو. الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، الخطر قائم، رونالدو.